سلام جميع المشاهدين. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا الوصفه نتاع سلو او ما يعرف بالسفوف، كل واحد واش كيسميه. ان شاء الله اليوم الطريقه تكون بسيطه وصحيه وسهله في نفس الوقت. عندنا المكونات: القرقاع، البيستاج، البندق، زيت الافوكا، مثل المنطقه ديالو، المرمز، وما درتش انايا الدقيق الابيض ولا هذا، راه غير الشعير بوحده. عندنا كذلك الجلجلان، حتى هو محمر، نحمره ونطحنه، نحمره في الفران ونطحنه به بقشور وما غاديش نديه ولا. وعندنا هنايا القوقاو، حتى هو غادي نحمره في الفران وما ان شاء الله نقلعلو هو القشور ديالو ونطحنه. عندنا العسل الحر، وعندنا القرفة، عندنا حبوب الشيا، وعندنا زرعة الكتان، وعندنا مكون آخر اللي هو الخروب مطحون والنافع وحبة حلاوة. هادو هما المكونات. ان شاء الله غادي نحمر اللوز والقوقاو ونطحن المكونات ونتلاقاو ان شاء الله مع في التخلاط. هذا اللوز بعد ما حمرته في الفران غادي نطحنو به بالقشره ديالو. الان هاني بعد ما طحنت كاع المكونات، عندنا حبوب الشيا، اللان، الزنجلان، البندق، الحب، زرعة الكتان، بيستاج، القرقاع. هنا عندي اللوز والقوقاو، غادي نضيف عليهم كاع المكونات. نضيف شويه حبه حلاوه والنافع. القرفه، ما كتعجبني القرفه، غادي نكثر القرفه. معلقة خروب مطحون، حتى هو شوية د الكوزة، نسيت ما قلتهاش المقادير، والمسكة الحرة، انا ما عنديش المسكة الحرة حاليا، اللي عنده المسكة الحرة يضيفها. انا نضيفو المزرع اللي هو الزميطة، هاد المكونات مزيان تتجانس مع بعضياتها. من بعد عاد نضيفو العسل والزيت. انا ما نديرش فيه الزبده لان الزبده كيحرر فيه الساع، اللي بغى يدير الزبده يدير الزبده. غادي نضيفو الان الزيت والعسل. اوصلو بعد ما خلطنا كاع المكونات ودلكناه مزيان باش يتجانسوا كاع الشيء اللي طحنا فيه. الان غادي نزيدو العسل، الحلاوه على حسب كل واحد. زيت الزيتون، زيت لافوكا شويه، الان غادي نخلطوا العناصر كامله ونرجعوا من بعد ان شاء الله. وهي النتيجه نتاع السلو، صحي، ما فيه لا قلي لا زيت مكرره لا والو، بمكونات طبيعيه وصحيه. جربوا ان شاء الله غادي يعجبكم. شكرا على المشاهده والى اللقاء. وما تنساوش تابوناو معنا في القناه ليصلكم كل جديد، والضغط على زر الاعجاب. شكرا لكم.